هو يوم الاثنين 2 جوج ماي 2022، وفي ما يلين البلاغ الى اخ الى اخ. والحمد لله، الحمد لله سيدي، العيد المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. شنو غادي؟ فين تير؟ ولكن هذا الفطور. انا اخويا تاكل غادي. غادي عند رزقي نفطر. اهلا وسهلا. نهار غليظ هذا. رحب بي، رحب بي، رحب بي. زيد رحب بي، زيد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم هشام. يلا غادي نجيب هشام. هشام عطلني الناس كيفطروا. هشام يلا وصل، كي داير مشاكل، كي استمتع بيا من جوج هو جاي، وخا تكون جاي على رجليك. انا جاي خا هشام، انا جاي. كتستمتع بيا خا هشام، كتفيق الصباح خا هشام، كتقول واش ندير نستمتع بشي واحد. السلام عليكم ورحمه الله. تا ريح من اللي عندها. غادي نفطر في غادي. الحمد لله. انا قلت غادي في غادي يا خايشان. كيستمتع بينا خايشان. انا غادي في غادي. فين تير؟ ولكن هذا الفطور. انا خويا تاكل غادي. غادي عند رزقي نفطر. ما عرفتش خايشان. الكاسك واحد جاي واحد. خد كاس ليش بخير. فضيلة الشيخ داعي ليش بخير. لله عافية بلاتي تسلم على سيدي. السلام عليكم، حوال طيبة. اخوي راه ولدنا تعطي لي هذا. والله الا يوم غليظ هذا. الله يحفظك اودي سيدي هشام، نهار كبير هذا. الله يحفظك، الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا. قالك الله يختيك. ساعتي بادي. مرحبا. خاص محمد الله يحفظك. الله يحفظك. اللي قلت لك سيدي يلاه. سير نيشان. معادي 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 العيبة. ها؟ والله شي يديو بالله تنصحوا له كيفاش لقيتو. والله شي يديو كاش كسمع قاف قاف. ما صلينيش على ودك. كو ما تاكلش على ودي. ما صلى على نفس الوجه. ما صلى على وجه. ما صلى على وجه. ما صلى على وجه. ما صلى على وجه. ما صلى كنتي تصحابني مول الحيد. ما عرفتش علاه. سلمني دابا انت ما لا الله يشاحبك هذا عشيري. والله يشاح عشيري راه هذا احسن فردك شكش في العالم. برافو قال شي شاب ان شاء الله. شنو حاجه قلنا هذا هو البلاغ الرسمي. سيلا على حوده غدا اعلنت وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه عن ثبوت رؤيه الهلال شهر شوال ثبوت شرعيه ليكون فاتح الشهر هو ليكون فاتح الشهري هو يوم الاثنين 2 جوج ماي 2022، وفيما يلي نص البلاغ الى اخ الى اخ. والحمد لله، الحمد لله سيدي، العيد المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. سيدي حبيبي بسم الله. الله يسلمك. عيد مبارك سعيد اخي هشام. عيد مبارك سعيد. الله اكبر الله اكبر. واشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبير تكبيرا. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. مره خصها بارده بزاف. تقاك بالله دير كتنعس مع كل شي. نحضيك في الماكله خايشه. نحضيك في الماكله.
نذكر وسائل ما بين المغرب الشيء اللي كان يصير اهلا وسهلا نهار غليظ هذا رحب بي 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 رحب مرحبا نهار كبير هذا سي هشام البعناني مرحبا عام سيدي وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال خمو عندك شي مال ديالك هادشي ولا نقضي الغرام سي سي ديالك ديالك هذاك الشيء سامحتك 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 كيدير شي هو كيدير عليك سي عبد الرافع اهلا وسهلا الله يبارك فيك الله يجزك بخير سي صلاح سليم اهلا وسهلا نهار كبير هذا نهار كبير هذا سيدي هشام اهلا وسهلا الله يسلمك نهار كبير هذا وفرحتنا عن بي الله سبحانه وتعالى الله يحفظك تاجر تاجر شاش عليه اهلا وسهلا الله يحفظك اخويا محمد سيدي شكون هو شيادر لون روطون دمبلدور فين دمبلدور دابا تلقينا البارح اليوم فرحان دابا راه لينا هذا دمبلدور والقرين ديالو لينا غنتحق به ان شاء الله سياسين سياسين صافي الليلة غير تحق ان شاء الله طفا عندك هالشي اوتوماتيك ولا لا هي كتفا باش تبقى تكون ملي كتصور كتصور شوف شمعتي شوفنا اخويا محمد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله كان ياكل حتى لا يشبع عبد الرافع وقيل شنو فيه بغا اتاي شكون انا اخويا انا طلعت خويا ياسين دوز اش كتب لي شويه واش نصحرا واش هذا مريض كذا غادي 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 نعمو غادي نعمو لا حيت ما كيبانش يمكن والله ما نحبس قبل ما يبدا دير دير بليزيا دير بزاف ما الفرنساويه اللي جات شاد دابا هذيك بليزيا جات زوينه شويه عجبتني ديك عاود قول شوف انا جاي بليزيا سيدي الله علاه في 50 هذا فلو ما قريتش حسابي جني با ايتيدي سون كالك ديوال هذا جي با ايتيدي سون كون اسيسي 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 سون كون باقريتش حسابو حسابو صحتي انا ما كناش كفشا اخويا شوف ما نضربوش كفشا النوع ديالي انا نجيب هذه بالكريجي بارك عليك عرفت الله بارك عليك ولكن انا لا اله الا الله خيشاب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحفظك واش كلمه الله يسكبك اخر خيشاب الله يفتح عليك لا اله الا الله محمد رسول الله سي موجع سيدي ياسين قهوه ولا اتاي جيت سانوفر خارج صلينا تمينا غادي نقول لها فلان مرحبا وتعالك وكذا باقي 2016 باقي انا مغلوط باقي غلطان انت ديك الساعه لا ما بقاش شاف شاف الى الله الحمد لله لا ماشي انت لا العجيب غير في امر هذيك الساعه ماشي انت هذا مع سيدي محمد وقعت ليا فاش دعاك انت انا وياه بحال لا تنعرفو شي 100 سنه سبحان الله لا تا انا والله بارك عليك شي ديال مراكشينا عندهم معروف بالدم هادشي لا لا والله الا شفتي هادي تحس بها بحال الله هادي دعاك انا وياه راه اول مره قلت لك ماني ما يم حتى بحال الله العظيم عزيز الله يداوم المحبوب امين حداقه هاد الزيتون ما كطارق هادشي نعم اخويا ما كاينش اش كدير كيسبق لنا العيد من دابا باش ما نجيوش عندي بالعيد او قال عجيب هذا الشيء عندي غدا جوي بركلا صراحه راه عيد هذا والله لا عيد بالله مش فينا هذا بارك علينا بارك علينا قيجم لا كان جات الحيد ودفع صراحه جيب اخويا الكرسي الاحمر الله يرضى جلباب وام إلا رزق الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله استوى المستقيم والهدي والتراص بسم الله الله أكبر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بصح دخل معك بالله كنبان شخصيه راسي شخصيه اللي كتب جو معايا شحال تقول لك جوني الله يحفظكم جيتي تيتي دخل معك بالله جيتي كيريمين لا حول ولا قوه الا بالله جاتني الدوخه كيس تو راكونت مون فرير كيس تو راكونت مون فرير انا لا بوا او اوكي بوكو تي مبوس مون فرير كيس تو راكونت. هو يوم الاثنين 2 ماي 2022 وفي ما يلين البلاغ الى اخر الى اخر. الحمد لله تقبل الله منا ومنكم. صلاة العيد حاشدة ومن ابهى شعائرنا تبادلنا تحيتنا وذكر الله يرفعنا بنا رحبت مجالسنا تظللنا محبتنا بيوم العيد فرحتنا ويفرح أهلنا معنا وللأولاد